ماشي. لا ما تخافيش ما تخافيش ابدا، ما يغركيش ماسك السمكة ده، ده تحتيه قرش. اقف عندك يا ماما. انت مين وعاوز ايه؟ ابوس ايدك ما تقتليش في الكمانين. حاضر هستناك لما تخلص، بس هات الموبايل. اديني فرصة اخلص لما محصول الفراولة. بقولك هات الموبايل، انت بتهزر؟ خلص بسرعة. وقف عندك هنا في رجالة. الراجل بتاع العن بيضرب علينا نار من الجهة دي. نفسية بقى، نفسية بقى، مش بوريله الجهة. طب بقولك ايه، روح انت امن الرهين في الاوضه دي وتعالى بسرعة. يلا بجد خد دي. يلا يا اخويا، يلا رهاين. عمرو امني ظهر انت. ها عمرو، عمرو ايه؟ ايه يا ابني مالك تخبيك كده ليه؟ انا صالح يا ايه؟ انا صالح يا مالك؟ انا مش سامع حاجة خالص، مش سامع حاجة بسبب الحيوان صاحبك. جيت اتحمى فيه بيضرب نار جنب ودي لحد ما اترشت. انا اترشت يا صالح. مش عملت ايه في الواد؟ ده عيل طارق. خدي. انا اقول لك، انا هغطي ظهرك وانت تهجم علي. جاهز؟ مش فاية. اثبت مكانك، اثبت، اثبت مكانك. ايه ده؟ شفت بيعمل ازاي؟ هنعمل ايه في الراجل العنكبوت ده؟ هنصطاده ازاي؟ مش عارف. هقول لك، تعالى معايا نطلع له، وانت خليك انت هنا. ايه؟ انت خليك هنا انت. انا مش سامع حاجه خالص يا صالح. كريم اسمي كريم. ايه كريم؟ هقول لك، انت خليك هنا، انا وزقرو هنطلع نجيب عم مجداف ونجيلك. ماشي؟ ماشي. يلا يلا. ماشي. تخبى في اني جحر ابن الكلب. خش جوه يا امي، خش جوه يا ماما. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ احمي ظهري. ايه؟ ايه؟ هنعمل ايه؟ خش انت من هنا. وانت هتعمل ايه؟ انا هستنى هنا. نعم اخويا؟ انا هخش من ناحية تانية. يلا يلا. ماشي. الباب ده عشان ما لقيش مخرج يخرج منه. طب ما تخليه هو جوه واحنا بره من غير اكل ولا شرب، يموت موتة ربنا. هو فار ثم ايه؟ الراجل قد جدنا مش هيقدر عليه ولا ايه؟ معلم زقرو قد جدنا مين يابا؟ ده المعلم رسدان، ده فاتحك في المكتب. على فكره كنت قاصد، بس انا قلت باي معايا يعني عشان راجل كبير. يلا يلا احمي ظهرك. يلا طرب طرب. ولا زقرو زين الحالي. اسمع ده يا صالح، راسه عندي ايه؟ اوعى تعمل حاجه يا ابن العبيطه، هفتحك لو ضربت بالنار. مش هتلحق يا ابن الكلب، يعني عارف انك هتموتني. دواء عندي لا مؤاخذه يا صاحبي. ايه
كتم بقى. شوفوا بقى، بقول لكم اللي هيفكر يعمل حاجة أو يتحرك من مكانه أو يقل عقله ويبلغ البوليس، أنا هعمل فيه زي ما عملت في الراجل ده. اللي أنتوا بتعملوه ده غلط، دي مغامرة ممكن توديكم في 60 داهية. خاف على نفسك يا أخويا، اقعد. بس استني الكلام، اللي هيفتح بقه من غير ما أذن له أو يعمل حاجة تضايقني أو يعصبني هزعله وهزقه. يا أستاذ جاموسة أنا ما قلتش حاجة. الله، طب واحنا هنفضل قاعدين متكومين كده لحد امتى؟ اسكت انت يا وليا. انا لا مؤاخذه يا نجم. اي يا ماما اموري. بقول يعني هنفضل قاعدين كده لحد امتى؟ والله يا ماما الموضوع ان شاء الله يعدي على خير كمان ربع ساعه كده ولا حاجه، بس انتوا تعاونوا معانا. تشربي حاجه يا ماما؟ حبه قصب. والسكر يالا عليك تاني. حاضر يا ماما. طيب يا ابني. ابنك لو سمحت، أنا عندي مشكلة. أموري. أصل أنا عيانة وباخد دواء وميعاده قرب قوي. هو الدواء مش معاكي؟ لا، أصله حقنة ولازم حد يدهاني. في العضل؟ أيوه. أنا كنت شغال في صحة باب الشعرية. اشتري مني، انا طبيب جراح. لا لا، بس خلاص بس. لا خلاص، انا قلت مفيش ادويه يعني مفيش حقن. لا بس انت ما قلتش. ايوه ما قلتش، انا بقول اهو خلاص مفيش حقن يعني مفيش حقن. يلا يلا. بتعمل ايه ده؟ انا والله يلا يا ابني يلا. يلا. عمرو ايه اخبار عمرو؟ صالح قال لي صوتك انا مش سامع حاجه خالص. طب وطي صوتك، وطي صوتك. ايه؟ وطي صوتك. هو انا صوتي عالي قوي؟ اصل انا سامع نفسي بالعافيه، سامع نفسي بالعافيه. خلاص اهدى يا عمور يا حبيبي، كلها شويه وننزل الخزنه ناخد الفلوس ونتكل على الله. اتكل على الله ايه؟ انا من ساعه ما بدانا الموضوع ده وانا الوحيد اللي بيحصل لي كل حاجه غلط. فلوسي راحت، عربيه ابويا راحت، اتطرشت اصبعي اصبعي يا صالح. معلش يا حبيبي، اهدى يا عموره، اهدى يا حبيبي. خلاص معلش. انا على فكره حاسس ان انا هموت هنا، انا هموت هنا. لا يا حبيبي، انا هموت هنا. بعد الشر عليك يا حبيبي. ما تيجي نمشي والنبي نمشي. يعني ايه نمشي يا عمرو؟ هجي رحله يا حبيبي. خلاص كلها شويه وهنتكل على الله ونمشي. خلاص خلاص اهدى. كله بسبب الحيوان ده، قايل لك من الاول هيودينا في 60 داهيه. ايه بتقول ايه على صوتك؟ انا اترش نهائي. لا لا، انا اترش الاول كنت بسمع تشرش، دلوقتي مش بسمع تماما. يا سيدي لا، ده بيشتغلك ما بيتكلمش اصلا. لا 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 لا، من غير ضرب، من غير يا جدعان. ما قالش يا جدعان، احنا مش كده والله. احنا فين بقى يا عم؟ يا عم يا عم عمرو بقى شويه. ايش مكانك؟ انت هو مكانك انت تعملوا ايه؟ انتوا مين؟ احنا كنا جايين نسرق البنك. مين حضراتكم؟ بصره، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلعت ليه؟ زبلة يا ابني، خلاص بقول لك حراميه. ايه قلعت؟ مالكش دعوه بيا. اسمع شاد، انت وهو اللي هيتحرك مكانه هفجر نافوخه. ليه ليه يا حبيبي؟ هو عزا يا ابني. اقول لك خلاص، ما انت خايف من ايه؟ ما انت لابس الجوانتي. ارمي يا السلاح اللي جنبك ده. ياه ليه يا شبخ؟ ما الحاج قال لك ان احنا زملاء. زملاء؟ ده انتوا هيطلع عين اللي جابوكوا. يخص بتسرق مكان اكل عيشك؟ دي شغلانه لمت يا جدعان. فين القيم؟ فين المبادئ؟ غلطه غلطه، والبني ادم غلط. طب تصدق تؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا لو عارف انتوا جايين تسرقوا والله والله ما كنت جنب البنك. صادق يا حبيبي. ما خلاص يا انت هتشحت.
في حد هنا في البنك غير اللي في مكتب المدير فوق؟ لا 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 يا باشا، لا كل اللي في البنك فوق في اوضه المدير. خدهم يلا واطلعوا على الناس اللي فوق. لا 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 والنبي هبص ايدك، الناس اللي فوق عارفانا، ولو عرفنا كنت جاي اسرق البنك هيتخرب بيتنا. ما انت عايزني اعمل ايه يعني؟ اسيبك عشان تروح تبلغ عنا؟ اروح ابلغ اقول ايه طيب؟ كنت جاي اسرق بنك وناس جت سرقته مكاني؟ لا طبعا. طب اقول لك على حاجه، سيبونا هنا على حاطط ايديكم كده، وانتوا وشوفوا اكل عيشكم واتكلوا على الله، واحنا هنقرمش وراكم. بقول لك ايه؟ خلص الكلام، هتطلعوا فوق يعني، هتطلعوا فوق. خلاص سيبوه. سيبوه ازاي يعني؟ شباب لسه في مقتبل العمر، اديهم فرصه تانيه، تشانس. احنا جايين نربي اجيال. تعال عايزك ثواني. ده انا تعال عايزك. صالح هما بيقولوا ايه؟ هيموتونا صح؟ هيموتونا. ايه ده حبيبي شكلها كده؟ اسكت اسكت. نعم يا سيدي. ايه؟ هنسيبهم مطلوقين في البنك كده؟ يا ابني دي ناس طالعه على اكل عيشها. سيبهم يقلبوا رزقهم في شبابيك الصرافه واحنا كفايه علينا الخزنه. اكل عيشها ايه؟ هما فرشين بخضار جنبينا. بقول لك ايه؟ احنا اتفقنا. دخول البنك والسيطره عليه بتاعي. ما تخلينيش اندم اني جبتك معايا. انا لو انا عارف ان مفيش غيرك هيفتح الخزنه ما كنتش جبتك معايا يا شوكت. ولا انت هتكبر عليا ولا ايه؟ اسف. تكبر على ابوك؟ اسف. مين اللي علمك السرقه؟ انت. اسمع حضرتك. حضرتك اغص عليك يا زمن، ولو جه اليوم العيل صغير يجي يعلم شوكت ايه الصح وايه الغلط. انا اسف يا شوكت. اسف ايه يا بابا؟ مش سامع يا بابا. يا ريت صوتي على شويه. اسف يا بابا بس برضو ما مفيش مش... بس خلص الكلام. هي كلمه انا قلتها، هتسيبهم يقلبوا رزقهم حتى يا اخي عشان ربنا يبارك لنا احنا كمان. جايين حضرتك كلام كده كده جايين. خلاص ما تقلقوش، انا اقنعت لكم ابني منير. ما شاء الله هو ابن حضرتك؟ ايوه ابني جاي على اربع صبيان. ما شاء الله. بس عصبي قوي. على اخر عنقود بقى. عصبي لمين بقى؟ امه كانت مجنونه، مره دخلت لقيتها ماشيه على ايديها. ما خلاص كفايه لك تبع الله. اسمع عاد انت وهو، انا همشيها المره دي عشان خاطر الحاج. انتوا مالكوش غير في شبابيك الصرافه. اي حد هيروح هنا ولا هيروح هنا هعمل معاه الغلط. لا 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 يا نجم، الكلام ده لا مؤاخذه لا ياكل ولا يشرب معانا. انا سايبك انت والحاج عمالين تتشاوروا وانا ما فتحتش بقي. اسمع مني بقى نهيه الكلام ومحبسه. اوعى تفتكر ان احنا عيال خبقات، لا ده احنا من هنا ورايح. وبعدين احنا دخلنا المكان ده قبلكم، واحنا عشان عيال رجاله واولاد اصول الفلوس بتاعه البنك ده هتتوزع علينا 50-50، يعني نسبه 70-30، واي كلمه زياده مش هتخلص مش ياك. خلصانة بالشياكة؟ هي خلصانة يا فندم. طيب انت هتاخد الرجالة معاك وتسبقني على الخزنة، وانا هطلع أأمن الرهاين اللي فوق معايا يا أكسر. يلا يا رجالة. مش قلتلكم عصبي؟ مساء الخير. والله ما حد يتحرك بمكانه. يا جماعة أنا غريب، في حد منكم معاه موبايلات؟ لا ما هم خدوا مننا كل الموبايلات تحت في الريسبشن. طيب انتوا مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم حاول يتحرك؟ ما دي برضو نبهولنا عليها جامد، قالوا يتحرك من مكانه هنزعله قوي. برضو مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم فكر يبلغ البوليس. ما دي برضو قالونا عليها، بس دي بقى نبهوا عليها بالاخص يعني. طب ايه انا كده ماليش دور، استاذنك انا؟ لو سمحت. ايوه. انا عندي مشكله تاني. اصلا انا عيانه وباخد دواء، ولو ما خدتوش انا ممكن اروح فيها. يا نهار ابيض. خف ايدك يا صالح. شفت ادي اخر فتحه صدرك يا شبح. لعلمك بقى انا لولا الفردتين اللي واخدهم على الصبح والله العظيم ما كنت اعرف احط رجلي على الارض. اشرح لنا بقى فوائد البرشام. لولا الفردتين انت واخدهم دول ما كانش اتسحبت من لسانك. طب انا اتسحبت من لساني واتجعرنت؟ انت بقى طلعت خلاصه ومش خلاصه وسلاح من غير رصاصه. طبعا انا مش فاهم ولا كلمه من اللي الحيوان ده قالهم دلوقتي. وانت سمعنا اصلا؟ طيب احنا بقى نتصرف في الحوسه. وطي صوتك وطي صوتك. احنا نتصرف في الحوسه اللي احنا فيها دي ازاي؟
علشان الناس دي شكلها خطر جدا. انا رايي ان احنا نمشي حالا وكفايه جدا اللي حصل. نمشي نمشي فين يا خالد انت وهو؟ يلا يلا عشان ركز الصرافه قلب عيشنا احنا ما تخلي الزير. يلا ماشي. قلت له بكل خزنه وليها ميتها، في خزنه تحتاج غباوه، وفي خزنه تحتاج حنيه، وفي خزنه تحتاج رواقه. فاهم قصدي؟ حريص ودبي بتعمل هتفضحنا مين دي؟ دي مدام رشا عميله هنا في البنك. رشا انا كلمتك على مين من شويه؟ لا 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 لا, لا. ابني منير. اتفضحنا. لا يا شباب لا لا. شايفه الشبه اللي بيني وبين الولد؟ ايه مفيش شبه؟ طب شايفه رشا الشنب اللي بيني وبين الولد؟ ومدام رشا بتعمل ايه هنا؟ الحقيقه مدام رشا تعبانه جدا وعندها ميعاد حقنه دلوقتي، وانت عرفت انا بضرب حقن كويس قوي. احنا نبعت نجيب غدا الاول ولب وزداني ويبقى عيش وملح وحقن، ايه رايك؟ انا رايي نخلص من المصلحه دهيت ونلم نفسنا كلنا ونروح مطعم على عندي حته دي مطعم على النيل. بتحب المراكب في النيل؟ حرام عليك يا اخي هتفضحنا، هتودينا في داهيه يا شوكه. ولد شوكه ده في البيت. اسف. انما هنا في البنك واحنا بنسرق ايه؟ بابا السامع. بابا وهو عيونه تشبع نوم روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. معلش استاذنك تقفلي السبرتاي عشان البصمات بس. حاضر. يا سلام انا بعشق النجاة الصغيرة. انت تعرفي ان النجاة الصغيرة تبقى اخت سعاد الصغيرة اخت سعاد حسني؟ اه طبعا عارفة. بجد؟ اه طبعا. طب تعرفي ان سمر يسري تبقى اخت سامح يسري؟ اللي هي سمر والرجال تبقى اخت سامح والرجال. استغفر الله العظيم يا رب. جايين نسرق حصالة عيل صغير، ده اكبر ورقة فيهم ب20. بلاش برطمة، اخلص معاك كام؟ 3334. ايه وانت معاك كام؟ معاك كام؟ حاضر هعدهم. انت بتعمل ايه؟ بعمل ابراج. 58,732. حلو، معاها 62,066 جنيه. الحمد لله على قد كده، وان كان على فلوس العربيه والسلاح في 60 داهيه انا مسامح فيهم، بس يلا نمشي. انا مش همشي. عندك حل تاني؟ ان شاء الله حتى ننزل نثبت الناس اللي تحت دي وناخد الفلوس اللي في الخزنه كلها. هتثبتهم ازاي؟ بضفر صباعك؟ انا اتخذت على اخوان على فكره. صالح شوف لك حل في الواد ده علشان انا اتخنقت منه وزهقت. صالح انت ايه اتطردت انت كمان؟ اصل في حل واحد لو لفق هيظبطنا كلنا. طب ما تقول يا ابني عليه. الاي تي ام هو ده الشغل يا نجم. احنا نخطفهم ونطلب فديه من السفاره. هم ايه دول؟ الاي تي ام هم مش خواجات ولا ايه؟ 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 اي تي ام ايه؟ مش حالا ما كنت شغال في بنك هتفتحها ازاي؟ زي ما كنا هنفتح الخزنه نفجرها. ايزي ماما استنى بسرعه. ايه ده؟ ما تخافيش يا حلو، ده الاولاد بيتدربوا. يا نهار اسود، قنبله فوقيت وبكره زي ما هي. امال يعني هتنتهي نهايه سعيده وننجح مثلا؟ ما انا قايل لك من الاول مش هتتفتح. نجم نجم عايز ايه؟ المكنه دي تخصني يا اخي. اخرج بقى ورا.
ايه صوت الفرقعه دي؟ لوكي احنا مالناش دعوه، ها ولا كده عملنا حاجه؟ اقفل الباب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا اللي عملتوا كده؟ ايه عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ وانا ايه صوت الفرقعه دي؟ اه ايه ده؟ انتوا كمان صوت الفرقعه؟ برضه؟ اصل احنا وحضرتك كنا واقفين بننفذ تعليماتكم بالحرف وبنعد الفلوس زي ما قلتوا لنا، فجأة سمعنا صوت فرقعه كده مش عارف فلوس بيقع، تقريبا في حد لسه حاجه في الفرن. احنا شامين ريحه غاز من ساعه ما دخلنا. بالظبط، ممكن يكون انفجار في مصر الام. بروح امك انت وهو، لو ما قلتوش اللي حصل هضربكم بالنار انتوا التلاته. انتوا احنا اللي عملناها يا شبح، احنا اللي فجرنا القنبله، كفرنا يا احلي اللي موت ولا اكتر. شنو اللي هنا؟ ادخل يا ابني انت اهو، يلا بالراحه يا عم الشبح. اسمع صوت حد فيكو هاجي اخلص عليكو. يا ابني انت تقف على الباب، اللي يفتح بقه اضربه بالنار في بقه. حاضر يا ريس. اوعى تفتكر انك مهم عشان دخلت الجيب. ايه على عينك، كانت فين الشقاوه دي واحنا تحت؟ صالح انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ انت مش مرفوض بقالك اسبوع يا بيه؟ لا لا مرفوض ايه يا ماما، انا مش مرفوض ولا حاجه، انا كنت معدي جنب البنك لقيته مفتوح، قلت اخش شوف عاملين ايه. صح يا زيرو؟ زيرو مين يا نجم؟ احنا مش قلنا مجدي؟ انت هتكدب عيني عينك والناس واقفه؟ انت كنت جاي تسرق البنك يا صالح؟ ساكت ليه؟ ما ترد عليا، ابني حرامي. لا يا ماما حرامي ايه؟ انا اقول لك، انا كنت جاي عشان كنت جاي عايز. ايه بس وزفت ايه؟ طول عمرك بقول عليكوا فاشله من ايام الجامعه، حتى وانتوا حراميه طلعتوا حراميه فاشله. انا كنت جاي اسرق البنك، انا كنت جاي استلف فلوس اشغلها واعمل بيها مشاريع كارد يعني، وفي الاخر كنت هصدق اللي عليا البنك. ولو عايزين تتكلموا مع حد اتكلموا معايا انا، زيرو ملوش دعوه، وعمري مش محتاج اصلا. وانت محتاج يا صالح؟ اه يا ماما محتاج. اه تقوم تسرق عشان انت عايز كل حاجه تجيلك على الجاهز، لا بتشتغل ولا ملتزم، عشان كده بقالك سنتين ما ثبتتش في البنك. لا انا ما ثبتتش في البنك عشان سامي بيه مستقصدني وهيودي في دماغه. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه يا صالح، انت طول عمرك بتعمل مشاكل يا ابني، انت لو كنت ركزت في شغلك زي ما ركزت في المصالح اللي انت بتعملها كان زمانك قدرت تعمل حاجه، لكن للأسف انت دورت على الحاجة السهلة، عشان كده كنت عاوز تسرق البنك. أما انت بقى يا سي عمرو فخيبت أملي فيك، أنا عارف ظروفك كويس وعارف أبوك بيعاملك إزاي، لكن ما كنتش هتخيل إنك تلغي شخصيتك وتبقى تابع لصالح. حضرتك بتكلمني أنا؟ أنا شايفك باصص لي. ايوه بكلمك انت. معلش بس حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا مش سامع حاجه خالص؟ معلش علي صوتك علشان انا اتطرش، انا اتطرش يا ممكن نسيت. عجبك منظرك ده يا صالح والفضايح اللي احنا فيها؟ بس العيب مش عليك، العيب على ايه يا حاجه؟ الله 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 يا حاجه. ايوه يا حاجه يا صالح يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت يا وليه يا وليه، انت مش شايف يا عم يا وليه يا صالح يا صالح. بابا بابا الحق بقى. اللي قول لي ايه اللي بيحصل فوق؟ سيبك من اللي بيحصل فوق، اللي بيحصل تحت. مش قلنا بلاش الكلام ده في مكان اكل العيش بيعقرب الدنيا؟ طب مش احنا كمان قلنا لما في باب مقفول نخبط؟ يا بابا يا بابا انجز افتح الخزنه، البوليس زمانه جاي. يا نهار اسود، البوليس جه كده هيعدمونا صح؟ يعدمونا ايه يا عم؟ هي إيه دريتها 15 سنة وسنة السجن بتسعة اشهر، هيفوتوا هوا. هو انا هقول لابويا ايه دلوقتي؟ انت مش هتقول لابوك اي حاجة، ريهام سعيد اللي هتقول لابوك كل حاجة في برنامجها لما نتحبس وتستضيفنا. نهار اسود يا نهار اسود، انت كل ده لسه ما خلصتش؟ انا شغال يا ابني هو، ما توترناش. قدامك قد ايه يعني؟ بحسب التسهيل ومزاجي. تسهيل ايه؟ البوليس فوق. الله القلب معاك
ثانية بثانية. ايه اللي انت حببته ده؟ افتح لي ام الخزنة دي حالا. لا الجهاز ده؟ ده الجهاز بتاعهم كان بايظ، كنت بصلحه لهم، بشغل وقتي مش اكتر. ايه؟ نهار اسوء. ثلاث دقايق والفلوس دي تبقى في العربية. كتير ثلاث دقايق. مين الكبير بتاعكوا هنا؟ أنا الكبير والمدير المسؤول هنا. طب يلا تعالى معايا. ما تاخده سامي، هو نائب المدير. ما تكترش، يلا تعالى معايا. وانت كمان يلا تعالي معايا. الله، طب وانا مالي اجي معاكوا ليه؟ اذا كنت انا ام الحرام زميلكم. نزل ايدك، ومحدش هياخد من هنا غير على جثتي. ما تسخنش قوي كده يا عم الامور، عشان انت جثتك ما تفرقش معايا في حاجه. وما تقلقش قوي كده، اول ما نخرج من هنا ونبقى في بر الامان هسيبهم. فكني كده بقى انت واصحابك وعل، وما تعملش فيها ذكر، عشان الكلام مش هيبقى على جدتك انت بس، لا هبقى على جدة الحاجة كمان. يلا قدامي، يلا يلا اثبت. قدامي كله يثبت مكانه، محدش يتحرك. كله يثبت مكانه، محدش هيقرب لك دلوقتي. بس اخرج وسلم سلاحك احسن ما تحصل خساير. اسمعني كويس يا باشا، انت والناس اللي معاك اثبتوا، محدش يتحرك من مكانه، والا اقسم بالله كل خمس دقايق هرملكم واحد من فوق السطح من العشرين واحد اللي انا محتجزه. حاجه كمان، حد حاول يخش البنك من هنا ولا من هنا، انا ملغم البنك كله بقنابل زي اللي فرقعت من شويه. اقسم بالله افرتك البنك باللي فيه. عمليات عمليات. ابدا الاشاره. ايوه يا فندم. مش هينفع نقطعهم دلوقتي، تاكدنا من وجود 20 رهينه بالداخل. يا ريت تبعتوا لنا خبراء مفرقعات. ما تهدى بقى يا عم صالح. يعني ياخدوهم من وسطنا كده واحنا قاعدين نتفرج؟ طب واحنا فايدنا ايه نعمله؟ ما اعرفش، انا مش هسيبهم يتاذوا بسببي. بقول لكم يا جماعه، العصابه دي شكلها خطر بجد، يعني لازم نسمع كلامهم عشان ما نخشش في مشاكل اكتر من كده. انا جات لي فكره، تعالوا. بتعملوا ايه؟ لا احنا ما بنعملش حاجه. احنا كنا بنلعب اكس او. اكس او ايه؟ والله. سيبوا الشنط عندكم، وانت يا ابني انت هو اطلع امنوا لي الباب. يلا يلا يا راي. والنجم معايا دوب. ايه دول؟ طب دول هيجوا معانا واحنا خارجين عشان البوليس. يلا هنتحرك دلوقتي. حلل. ايوه ماشي. يلا بينا يا روش. يلا يا حبيبي. وروش عاد يلا تروح فين؟ هتيجي معانا. تيجي معانا فين؟ احنا رايحين لقناطر. حلو ده. روشة تيجي معانا لقناطر؟ بقولك ايه يا عم الحاج، انا على اخري، محدش هيجي معانا. على اخرك، على نصك، على ربعك، ولا حتى على تمنك. اوعى. مش هخرج غير وهي رجلها على رجلي. خلص الكلام. ماشي. انت يا ابني انت وهو، يلا خدوا الشنط وسبقوني على بره. يلا اسرع. انت يا ابني يا ابني يا ابني واقف جنبها بتعمل ايه؟ يلا خد الشنطه واطلع على بره. ايوه كده، بلاقي اللي اتأدب. اخلص يلا. حامد عينك عليهم. بقولك ايه يا اكسب اكسب اكسب. انت اكسب.
تأكد. إيه لها الماسك؟ إيه لها الماسك؟ كمان شوية؟